دولة الأمارات مقدمة، هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، وأن المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر نصح ونصح والخلاف لأجل حقيقة لأجل نصر كتاب الله وانتصار كتاب الله ورسوله. دولة الإمارات ستواصل الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة. قادما للدين الإسلامي. أحست بريطانيا بتزايد قوة عبد العزيز ووقعت معه معاهدة في عام 1334 سارعي للمجد والعلياء أخذ فيها بسيادته.